هنعرضها مع حضراتكم عشان كمان نتكلم شوية عن يعني حصاد الدوري المصري. الداخلية ده طبعا الأسبوع ال 15، نتكلم الداخلية والمقاولين العرب يفوز 2-1، أسوان التعادل مع الإسماعيلي 0-0، فاركو والفوز إنبي فاز على فاركو 1-0، الاتحاد فاز على حرس حدود 1-0، سيراميكا تعادل سلبي مع طلائع الجيش، فيوتشر التعادل الإيجابي مع مصر 1-1، وغزل المحلة فوزه على نادي الزمالك 2-1، وفوز النادي الأهلي على البنك الأهلي 1-0، وهزيمة سموحة من بيراميدز 2-1. ده كان يمكن الجولة، وده ترتيب جدول الدوري، يعني ده في الجولة ال 15. النادي الأهلي على القمة في الصدارة ب 37 نقطة، يليه في المركز الثاني فيوتشر 31، المركز الثالث بيراميدز في المركز ال 30، المقاولين العرب في المركز الرابع. طبعا قفزة قوية جدا للكابتن شوقي غريب والمقاولين العرب ب 27 نقطة في المركز الرابع، نادي الزمالك في المركز الخامس ب 26 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز السادس 25 نقطة، غزل المحلة ب 25 نقطة في المركز السابع، المصري الثامن ب 20 نقطة، نادي أسوان التاسع ب 19 نقطة، السيراميكا العاشر 17 نقطة، سموحة في المركز ال 11 ب 16 نقطة، طلائع الجيش ال 12 ب 16 نقطة، فاركو في المركز ال 13 ب 13 نقطة، إنبي كان كمان فوز مهم جدا لإنبي هذا الأسبوع ب 14 ب 13 نقطة في المركز ال 14، الداخلية في المركز ال 15 ب 13 نقطة، البنك الأهلي في المركز السادس 10 ب 12 نقطة، الإسماعيلي في المركز قبل الأخير ب 12 نقطة، بفوزه النهاردة فوز غالي جدا 3-1 على الداخلية، 18 أو المركز الأخير لحرس الحدود ب 11 نقطة. نشوف مع حضراتكم جدول هدافي الدوري حتى هذه الجولة. أحمد الشيخ طبعا لاعب غزل المحلة 7 أهداف، أحمد سيد زيزو 6 أهداف، مابولولو 5 أهداف، محمد شريف 5 أهداف، لقاي 5 أهداف، رمضان صبحي 5 أهداف، رفيق كابو 5 أهداف، ومصطفى فتحي 5 أهداف. طبعا في الجولة ال 16 بدأت النهاردة، وهناخد برضو مع حضراتكم يمكن نتائجها في اللي بدأ بتعادل أسوان مع طلائع الجيش بتعادل إيجابي 2-2، والفوز الإسماعيلي بعد 7 مباريات، يعني ده فوز مهم جدا جدا للإسماعيلي، مش على مستوى الترتيب من الأخير لقبل الأخير، لكن على المستوى المعنوي، على مستوى الفوز، أول فوز بعد 7 مباريات على التوالي بدون فوز، يفوز الإسماعيلي 3-1 على الداخلية. المولين العرب مع الاتحاد السكندري ما زال المباراة مستمرة، هنتابع مع حضراتكم النتيجة من خلال برنامجنا إن شاء الله يوم السبت المصري أمام فاركو في الأسبوع ال 16، وإنبي هيلاعب سموحة إن شاء الله يوم الحد، وطبعا مباراة حرس الحدود تأجلت أمام النادي الأهلي لسفر النادي الأهلي لكأس العالم للأندية في المغرب، الزمالك أمام فيوتشر يوم الحد، وبيراميدز أمام سيراميكا أيضا يوم الحد، يوم الاثنين البنك الأهلي أمام غزل المحل. دي كان يمكن جدول الدوري وترتيب الهدافين والمباراة اللي جاية.